كمان أهالي القليوبية مستائين جدا كمان من إهدار أموال المحافظة في تمثال تحتمس الثالث، وأيضا حصل سخرية خاصة أنه تصرف عليه 120,000 جنيه. فالناس يعني بيقول لك تنفقون أموالا، هنا لما بتحط تضع تمثالا في ميدان عندك هدف، هدف وطني وعندك هدف متعلق بالجمال، فلما يبقى الجمال يتحول إلى قبح والهدف الوطني لا يتحقق، لأنه الناس لما تتهكم يعني هتنكد بقى وتطلق نكت، يبقى هنا انت ما حققتش الهدف. تعالوا نشوف القليوبية ايضا ليه هي غاضبة من تمثال تحتمس الثالث. تمثال أنشأته محافظة القليوبية بمدينة بنها أمام ميدان نفقشعراوي لتحتمس الثالث، سادس فراعنة الأسرة 18. احنا عاوزين نبرز الموضوع ده في بنها، ان هو ان احنا أسرة، يعني ان احنا لنا أصل فرعوني موجود من زمان، لان معظم مصر ما تعرفش ان في حاجة اسمها عن تل أتريب. بدأنا نعمل سيرش على النت، فالأسرة 18 كان أبرز الملوك بتاعتها كان تحتمس الثالث، وكان من ضمنهم من احد ابنائه اللي هو من حطب اللي عمل اللي انشا تل اتريب. ده تمثال تحتمس الثالث، واتقال يعني اللي سمعته من رئيس مجلس المدينه او على صفحه المحافظه في الفيسبوك ان ده كان قائد عسكري قديم، والنهارده لسه بصراحه اول مره اسمع ان هو كان من بنها برضو. اثار هذا التمثال غضبا شديدا بين مواطني محافظه بنها فيما اعتبروه من وجهه نظرهم استفزازا لهم وهدرا لاموال المحافظه في ظل ما يشهده الشارع المصري الان من غلاء الاسعار وانخفاض متوسط دخل الفرد وعدم قدرته على سد متطلبات الحياه. تعالي على التمثال ده كله اللي هو عمله ده غلط، غلط ان احنا غلابه وهو كده بياخد من فلوس عيالنا الصغيرين. الميدان اصلا مش مستحمل تمثال، والمفروض كده حتى اللون اللي حاطينه دوت لون غريب جدا، يعني الذوق المصري بقى يتغير بطريقه غريبه جدا كده بعد الثوره، لما بقى فيش لما يشيلوا التمثال خالص، لما يديله اللون الحلو اللي موجود اللي يسر العين. كان اولى من هذه التماثيل ان اي شيء، اي رمز وليكن مثلا يافطه او خريطه بالنسبه لبنها تنحط وتنشر هنا، اي واحد غريب ولا بتاع عايز يخش مداخل او مخارج بنها يعرف من خلال الخريطه دي المديريه فين، مش عارف ايه، حاجه توضيحيه. انما الفلوس اللي هي بتصرف دي الشعب اولى بيها، احنا اولى بيها كعامه في الشعب. تبص الغلابه شويه حرام، لما كنت تطمني انا كل شهر اجيب منين، انا راجل ارزاقي اقرا الوصلات دي وشوفها كل ده ما دفعش. كما أثار التمثال سخرية عارمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكون تصميمه مشابها للأصنام التي كنا نشاهدها في الأفلام الدينية القديمة، مما جعلهم يطلقون على الميدان اسم ميدان الكفار. بعض التعليقات أساسا سخيفة جدا، لأن ده تمثال فرعوني. أول تعليق إن هو سموه ميدان الكفر، لو هم بيبصوا إن الفراعنة دلوقتي بقى هم كفرة خلاص يهدوا كل الآثار الموجودة في مصر. التمثال كان إهداء من المحافظة، مش هتكلم في التكلفة دي مش شغلتي بصراحة، أنا كان يهمني بس الكوميكس اللي انتشرت على الفيس واتقال عليها إن ده ميدان الكفار، ما كنتش أحب أسمعها على مدينتي وعلى بلدي. جديد تاني مضحكات مبكيات والله، شفتوا الناس وسموه على طول ميدان الكفار، شايفين انه التمثال يعني لم يحقق القيمة الجمالية الحضارية المتعلقة بحضارة الفراعنة، لانه لازم يبهرك ولازم هم حاسينه بالشكل ده، يعني حتى تشوفوا التعليقات يعني هتلاقوا تحتمس بالهارسية انه ده يعني تحتمس الثالث بس وهو عنده بالهرس، لانه التمثال معمول بشكل يعني يفتقد للجمال. وبعدين انت عندك، لانك كمان انت عندك الحضاره عندك الاصل،
فلما يكون عندك الاصل لما تيجي تعمل تقليد سخيف فحيبان جدا لما تبقى انت عندك الحضارة وعندك كل هذه الاثار اللي علمنا العالم ازاي انه يقعد يتأمل في التمثال ويأتي الى مصر خصيصا لمشاهدة الاثار الفرعونية والتماثيل بكل اشكالها. فلما يبقى انت عندك كل هذا التاريخ والحضارة والجمال فتيجي تعمله في ميدان عام هذا المشهد، مش عايزين نهين الناس اللي هم اطلقوا عليه ميدان الكفار، مش بيوصفوا الناس انها كفار يعني، لا بيعتبروا انه التمثال بالشكل ده شبه الـ الاصنام اللي كانت موجودة في الافلام الدينية اللي كانوا بيحطموها كده ويكسروها يعني هشة وملهاش شكل، فهم بيتهكموا عليها بهذا الشكل. شوفوا ازاي احنا نبقى اساتذة الجمال واساتذة الفن والحضارة ونتعامل بكل هذا القبح.